والحالة القومية أكثر منها من حالة المشاريع. طب دعنا نقول بعض الأرقام. تم فرز 99.87% من الصناديق. أردوغان 49.5%, كمال كليجدار أورو 44.89%, وسينان أوجان 5.17%, وبالطبع إنجيا أقل من 0.5%. أردوغان حصل على 27 مليون صوت, وكمال كليجدار أوغلو حصل على 24 مليون صوت. إذا ما أردنا أن نذهب مرة أخرى أو سريعا إلى فكرة الانتخابات الرئاسية القادمة أو الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية, إذا ما أردنا أن نصنف الناخبين, أنت الآن صنفت بشكل كبير, إذا ما أخذناهم فرعا فرعا, إذا ما أخذنا القوميين كمثال, الحالة القومية في المرحلة الثانية من الانتخابات ستذهب إلى أردوغان؟ سيستطيع أردوغان اجتذابها بشكل كبير, خاصة مع فشل أفكار حزب الإي بارتي في التحكم في الدولة أو في الحكومة أو رئاسة الحكومة بشكل آخر عن طريق كمال كليجدار أوغلو, ومع فكرة أن هذه المرة الميهيبي التابع أو الداعم لأردوغان حصل عدد مقاعد أكثر من الإي بارتي الذي حصل على أكثر منه, وكذلك القوميين الذين ذهبوا إلى سينان أوغان. هل يستطيع أردوغان حسم هؤلاء واكتذابهم إلى صفي, أم يذهبون إلى كمال كليجدار أوغلو؟ يعني من حيث المبدأ التيار القومي هو قسمين, قسم قديم يعني كلاسيكي, وقسم التيار الشاب الصاعد من جديد. نحن نتكلم عن حضور للحالة القومية بشكل كبير في التيار الشبابي الصاعد. هذه الأصوات ذهبت باتجاه سينان أوغان, كون أن سينان أوغان كان يعني على حالة مقاربة أو مصالحة مع التيار الشبابي. الحالة الكلاسيكية بالنسبة للتيارات القومية ما أعتقده جازما أنها لن تقبل بكليجدار أوغلو, كون أنها ترى أن كليجدار أوغلو أعطى نفسه بشكل كامل لمصالحة أو لمقاربة مع التيار الإرهابي الهيديبي البيكيكي, يعني القسم السياسي للبيكيكا. وأعتقد أن التيار القومي لا يقدر, يعني لا يستطيع أن يقنع يعني ناخبي أو مؤيدي بأن يصوتوا باتجاه صندوق يعني على حالة مصالحة مع التيار الهيديبي أو مع التنظيم الإرهابي البيكيكا. ما أظنه بالنسبة للتيار الشبابي هناك مشكلة حقيقية, أن التيار الشبابي يجد أن يعني الخطاب بالنسبة لحزب العدالة والتنمية لم يكن بالشكل الأكمل, يحتاج إلى خطاب أكبر من ذلك بكثير حتى يتم يعني تليين هذه الشريحة, وهذه الشريحة يعول عليها في قادم الأيام, سيما إذا علمنا كما ذكرت أن توجهاتها اتجاه قومي واضح. ما أعتقده حقيقة أن هناك نسبة عزوف عن حضور الحالة الانتخابية في قادم يعني في الدورة الثانية بالنسبة للتيار القومي الكلاسيكي. أما بالنسبة للتيار الشباب فهو ينتظر أن تكون هناك رسائل إيجابية. إذن ما أعتقده حقيقة جازما أن أردوغان لديه خطاب ناضج جدا, وجدناه البارحة في خطاب الشرفة, هو استطاع يعني أن يمسك بحالة النفسية لناخبيه, واستطاع أن يوجههم توجيه يعني بشكل إيجابي بالمطلق. ما أعتقده جازما أن رجب طيب أردوغان يستطيع أن يدغدغ مشاعر الشباب, ولكنه يحتاج إلى بذل جهد بشكل جيد, ويحتاج إلى تيار من الاستشاريين الشباب الذين يوجهون إلى لغة التخاطب مع الشباب. لا يجب أن يكون يعني مستشاري أردوغان كلهم في طبقة التكنوقراط أو الطبقة ذات الخبرات, وإنما يجب أن يكون هناك استشاريين خصوصا في عملية محاكاة الشارع الشاب من التيار الشبابي على وجه التحديد. بالنسبة للكلاسيكيين أظن أن أردوغان يعلم التعامل معهم ويستطيع أن يقنعهم. إذا بالنتيجة هناك جزء منهم سيكون في حالة عزوف ويجلس في بجوار ما يعرف بحزب الكنبة, وجزء الأكبر يمكن أن يقتنع فيما إذا كانت الرسائل إيجابية بشكل كبير جدا, وخصوصا إذا ما كان هناك تصور إلى حالة يعني غزل ما بين سينان أوغان وحزب العدالة, أن يقدم لسينان أوغان منصبا ما. ونعلم حقيقة أن سينان أوغان ارتفع بموقفه عندما قال أنه لن يكون في يعني حليفا لكليجدار أوغلو الذي وضع يده بيد الإرهابيين, فقدم ذلك مؤشرا إلى أنه يقبل التفاوض مع أردوغان, وأنه أقرب إلى مفاهيم أردوغان منه إلى التقارب الذي يمكن أن يكون باتجاه كليجدار أوغلو. إذن أردوغان لديه
الآن فرصة يعني مقبولة وليست صعبة بأن يستقطب التيار الشبابي من خلال خبرات شبابية، وأن يستقطب تيار الكلاسيكي الكبار في السن من خلال رسائل هو أعلم بخطابهم، وأن يستقطب أيضا سينان أوغان من خلال بعض المصالح السياسية. أما بالنسبة لإيشيدار أوغلو فحظه